السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم طريقة عمل البيتزا سريعة بمقادير ومكونات سهلة جدا. أول حاجة معايا 2.5 كوباية دقيق، عليهم ذرة ملح، معايا 1 كوباية لبن، عليها جزء 2 معلقة زبادي ومقلباهم في بعض، ومعلقة سكر، ومعايا 1 كبيرة خميرة هحطها عليهم، ملحوظة اللبن والزبادي كانوا دافيين ودلقت عليهم الخميرة والسكر وبقلبهم في بعض. هعمل حفرة وهدلق فيها اللبن والزبادي والخميرة والسكر. بالشكل ده، وهجيب 1/2 كوباية زيت وادلقها عليهم. وممكن نحط شوية خل، قطرات من الخل علشان يخلي العجينة هشة وبيضة. وهنا هنبتدي نعجن العجينة. وهنا اهو وانا بعجن العجينه، ما خدتش مني حاجه، كانت سهله جدا. وبعد كده هسيبها ترتاح شويه قبل ما اعمل الخلطه بتاعتي. انا النهارده هعمل لكم البيتزا بالمشروم وبالجبنه الموزاريلا. ودلوقتي معايا المشروم بتاعي، انا كنت مقطعاه، هبتدي انزل بيه في الزيت. وهبتدي اخرط البصل الاخضر او الكرات الاخضر او البصل العادي، اي كان اللي عندك تقدري تستخدميه. كرات اخضر هبتدي اخرطه، هنزل بالكرات الاخضر بتاعي على المشروم. هحط شوية زيت زيتون، هنزل ببصلة متخرطة حلقات، الملح على حسب الرغبة، انا مش هشوحها كتير علشان لسه هتدخل الفرن. معايا البصل والطماطم والفلفل، هدلقهم على الصلصة بتاعتي وهحط 2 معلقة كمون. هبتدي بقى افرد العجينة بتاعتي، وعندي هنا صينية مدهونة زيت وعليه رش من دي السيمولينا عشان العجينة بتاعتي ما تلزقش، وابتدي افرد العجينة. فردت العجينة بشكل مستطيل شكل الصينية بتاعتي، وهبتدي احطها في الصينية. فردتها في الصينية وهبتدي احط المكونات بتاعتي. بسم الله على بركة الله نبدأ.
عندي طبعا الصلصة بتاعتي اللي انا عملتها، الخليط اللي هو مكون من الفلفل والصلصة والطماطم والبصل، وعندي المشروم بتاعي اللي انا كنت مشوحاه. هندهن شوية من الصوص بتاعي، وزعت المشروم بتاعي والخلطة بتاعتي. هبتدي احط جبنة موتزاريلا فوق الوش. معايا بقى جبنة موتزاريلا اهي، هنحط الجبنة الموتزاريلا نرشها على المشروم بالشكل ده. رشينا الجبنة الموتزاريلا ونحطها في الفرن على درجة حرارة 375، الفرن ساخن مسبقا. بتاعت الفرن، معلش التصوير كله ضاع لان الاذان اذن على الموبايل ففصل التصوير اللي كنت بصوره، بس هوريكم الصينية التانية. فردت العجينة التانية بتاعتي اهي، وحطيت عليها الصوص بتاعي، الخلطة اللي انا كنت حطاها، شوية جبنة موزاريلا، وابتدي اوزع واحط برضو جزء من المشروم اللي انا كنت عاملاه. وادي الصينية بعد ما خرجت من الفرن، هي في الحقيقة مش خرجت من الفرن هي على طول، احنا كان الصينية الاولى انا كنت صورتها لكم بس للأسف ما لقيتش الفيديو، فده الجزء المتبقي منها. هي طعمها تحفة وريحتها خرافية، احلى الف مرة من البيتزا الجاهزة. فانا صورتها لكم دلوقتي بعد ما اكلنا الصينية الاولى، ودي الصينية التانية اهي تحفة وريحتها رائعة. التكنيك ده في صنع البيتزا تكنيك مامتي، يعني لو جربتوها وعجبتكم اتمنى ان انتوا تدعوا لامي بالصحة والعافية وطول العمر، واتمنى ان انتوا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لو عجبتكم الطريقة دي، ويا رب تجربوها وتعجبكم. شكرا ليكم والسلام عليكم. كان معاكم بنت النيل من مطبخ بنت النيل في كندا.